ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في رمضان في البيت على هوم سينما. النهارده هنعمل ستيفلر رياكشن جديد لاتنين اوفيشال تريلر، تريلر منهم لسه نازل امبارح وتريلر لسه نازل اول امبارح. الاوفيشال تريلر بتاعنا النهارده اللي هنتكلم عليه هو مسلسل موسى، والمسلسل التاني هو مسلسل ضد الكسر. طبعا الاتنين كنا عاملين لهم تيزر، كنا عاملين لمسلسل موسى حاجه شبه برومو صغير حرفين 15 ثانية، ده كان أول حاجة بدأنا فيها رمضان السنة دي 2021، وبعد كده عملنا التيزر رياكشن. كنت فاكره ده الأوفيشال تريلر بس كان تيزر في لسه نازل، فامبارح اكتشفت بالصدفة ان هو نزل الأوفيشال تريلر بتاع مسلسل موسى. من التيزر اللي اتفرجت عليه لما عملت له تيزر رياكشن عملت له تريلر رياكشن، بصراحة التيزر كان حلو، عشان كده انا بصراحة متوقع ان التريلر كمان هيبقى حلو. مسلسل ضد الكسر نفس الكلام، التيزر بتاعه على قد ما هو كان صغير بس انا بصراحة التيزر بتاع المسلسل شدني، يعني اكون صريح معاكم مسلسل شدني. هنبدأ الاول بمسلسل موسى. مش عايز اخش في يعني كاست ليست اتكلمنا فيه قبل كده كتير، محمد رمضان واسماء جلال وصبري فواز وسيد رجب والناس دي كلها واخراج محمد سامي، مش عايز اطول عليكم في موضوع الكاست لان اوريدي قلناه. عايز اتفرج على التريلر على طول بصراحه، يعني طبعا كان عايز ما اشوفش التريلر ولا مره، هشوفه معاك دلوقتي لاول مره. مسلسل موسى، يلا بينا. ايه افضل في الساحه واقف وحدي؟ شوف الموت بيتغير وانا شفته كتير. منسيش الناس اللي تحت. موسى لازم ان يتقتل قدام البلد كله. ما تخلقش ولو اتخلق اسويه بتراب الارض. ما بيسيبش تار بس عليه تار. الرجوله بتاع زمان ما بتتغيرش، الذكر بيفضل ذكر بذراعه. قصتك بتخوف يا موسى، كل ما اجرب منها تبعد كاني بدور على ابره في كومجش. بص من عينك وادفع عمري كله وانا جاي. كلامك خلاني احس ان انا عندي قلب. النار دي محدش عايز فيها غير ربنا، عشان لما نذبح تبقى الذبيحه تستاهل. صدت العيلة جحلة، اموت ولا اعيش وسط الناس خاطيه. تستاهل الموت. بس ساعات بتفكر في الانجليز، مالهمش عايش في الصعيد، مش هعملهم الا لما اشوف الدم في عيونهم بيركع التخين فيه. اللي شاف اللي انا شفته يكره ويعادي ويقتل. اوكي يا جماعه، علموا على كلامي ان المسلسل ده هيبقى واحد من اكتر المسلسلات السنه دي، هيبقى اعلى فيوز حرفيا في رمضان. وعلموا برضو على كلامي ان المسلسل ده اراهنكوا علمتوا عايزينه، المسلسل ده هيبقى احلى بكتير من مسلسل نسل الاغراب. ولو كلامي طلع غلط اعملوا انتوا عايزين. دراميا عندي احساس كبير فشخ ان المسلسل ده هيبقى احسن من نسل الاغراب بكتير. انا في حاجه واحده بس اتفرجت عليها، حاجه واحده قصدي شفتها في المسلسل ما عجبتنيش. هو انا مش فاهم، هو قتل حصان بجد؟ يعني الحصان اللي اتقتل ده بجد على فكره، ده مش فيك، ده مش تركيب، صح كده؟ انا مش فاهم ازاي يعني اوكي انا مستغرب بصراحه ان هم قتلوا حصان بجد، ده حصان بجد باين ان هو حصان بجد مش فيك، يعني هم بجد قتلوا حصان عشان يعملوا المشهد ده. مش هتكلم بصراحه، ما علينا. انا بصراحه اوفر اول تريلر عجبني جدا بصراحه، داخل دماغي فشخ التريلر. يعني بصراحه نقول اللي ليلى واللي عليا، يعني مسلسلات محمد رمضان بتاعت كل سنه انا زي كنت قايل قبل كده بقيت اتنفخ منها، لان ما بقاش حاسس ان في جديد بيتقدم، كل سنه نفس الكلام. يعني شغل اللي هو الريفنج والبطل الشعبي اللي هو في الاخر بينتصر والكلام ده كله، بس المسلسل ده السنه دي شكله معمول حلو. يعني انا ما اعرفش ليه يعني جات مي ذا فايبز بتاعت شاتر ايلاند في مشهد كده كان فيه صبري فواز، ومشهد كده بتاع الحرب كان فيه 1917، ما اعرفش ليه حسيت الفايبز ده شويه منه يعني. ما علينا، بس اوفر اول كتريلر حلو بصراحه. يعني نسبه ترقبي للمسلسل هي 8 من 10،
مش اكتر من كده. بس المسلسل بجد عجبني يعني، التريلر بجد عجبني جدا يعني. نخش على طول في التريلر اللي بعد كده اللي عندنا النهاردة، هو الأوفيشال تريلر بتاع مسلسل ضد الكسر بتاع نيلي كريم. كلمنا برضو قبل كده في الكاست، هو من إخراج أحمد خالد، ومعانا كمان نيلي كريم في البطولة، معاه طارق عماد، مصطفى درويش، لقاء الخميس، فراج، وهشام اسماعيل، وكذا حد تاني كده كتير. برضو مش عايز اتكلم في الديتيلز قوي بتاعت الممثلين، انا اتكلمت قبل كده فيها في فيديو من الفيديوهات، فانا حابب اخش على طول في التريلر النهارده علشان مش حابب ان انا اطول عليكم اكتر من كده. طبعا كالعاده ما اشوفش التريلر ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره. اكتر حاجه متحمساني ان انا اشوفها في التريلر ده هو دور لقاء الخميسي ودور محمد فراج. لو شدني دور لقاء الخميسي في المسلسل ده، يبقى انا بصراحه استاهل جايزه بصراحه، لان انا كنت قايل في التيزر الكام ثانيه اللي شفتهم حسيت ان لقاء الخميسي هتعمل دور حلو، ما اعرفش ليه يعني. شفتوش ولا مره التريلر، هشوفه معاكم دلوقتي الاول مره، يلا بينا. سلمى دي يا فندم من المشاهير الجدد بتوع اليومين دول. هاي هاي، وحشتوني. بيسموها فود بلوجر. ابعتوا لي في الانبوكس المره الجايه نفسكم في ايه. بس ما افتكرتيش مين اللي عمل فيكي كده. استحسن ما افتكرش. قول لهم ان انا حملت من راجل تاني. كل كام برضه اعتبرني نصيحه. لو الموضوع ده اتعرف انا هتحصل لي مشاكل كتيره وكبيره فيه. يا ابني اللي بيعمل ما بيقولش. هو ساعتك بتشك فيا؟ انا مصر على اقوي. محامي ثلاثة شيلين يطلعوا براءه من سرايا النيابه في دقيقتين. صلاح ده هو اكيد ما عملش كده بمزاجه. صعب راضي الا لما انت فتحت له السكه عشان شافك مش راجل. That's how you do a trailer في رمضان. بصراحه المسلسل جامد فشخ يا جدعان. لو لقاء الخميسي ما بقتش احسن ممثله في المسلسل ده انا برضو ما اعرفش اي حاجه. لقاء الخميسي شكلها عاملة دور فشيخ بجد يعني، والناس أنا متأكد 100% الناس السنة دي في مسلسلات رمضان اللي هيتفرجوا على المسلسل ده هيقولوا إن كلامك عن يعني أنت عندك حق، ولو الكلام ده مش صح اعملوا اللي أنت عايزينه. هتشوفوا أنا لو هتفرج على المسلسل ده هتفرج عشان خاطر لقاء الخميسي من الآخر يعني، عشان أنا عارف ومتأكد 100% هي عاملة دور فشيخ واحلى من نيلي كريم كمان. نفس الموضوع بتاع مسلسل نيلي كريم وزينه واحمد فهمي، لما زينه عملت دور احسن من نيلي كريم في المسلسل اللي كان من كام سنه ده. نسبه ترقبي للمسلسل ده برضو 8/10، وعجبني جدا التريلر واكسايتد فشخ برضو للمسلسل ده بصراحه. انا الليسته السنه دي شكلها هتبقى قد كده يعني، تقريبا هنكتب الليسته المسلسلات السنه دي على ورق باردي، مش على ورق فلوسكاب ولا حاجه، من كتر المسلسلات اللي احنا هنكتبها هنفتح كده ورقة بردي ونقعد نكتب. مش فاهم هو فيه ايه بصراحة يعني. بس دي كانت حلقتنا النهاردة. لحد دلوقتي ما نزلش اي تريلرز تانية. مفروض في تريلرز ايه تانية تنزل تقريبا في المسلسل. ثانية واحدة خليكم معايا هبص ايه المسلسلات اللي احنا لسه ما اتفرجناش على التريلر بتاعها لسه ما نزلش. مسلسل ايه تاني؟ القاهرة كابول. في حد كتب لي في الكومنتس ان نزل 30 ثانية. انا بصراحة مش حابب ان انا اعمل 30 ثانية، انا مش شفتش التيزر حتى يعني، اللي هو تيزر 30 ثانية انا مش حابب اتفرج عليه، انا حابب اشوف التريلر، اشوف الاوفيشال تريلر. لعبة نيوتن لسه ما نزلش الاوفيشال تريلر. النمر ما نزلش اوفيشال تريلر. النمر ولا نزل لا تيزر ولا نزل تريلر. بتاع علي ربيع نفس الكلام. غادة نفس الكلام، ادي 6. مسلسل يوسف الشريف لسه برضه نفس الكلام، ادي كده 6 مسلسلات لسه ما اتعمل لهمش تريلر رياكشن. تقريبا على ما اعتقد يوسف الشريف هينزل تريلر على طول، ما اعتقدش هينزل تيزر يعني، زي ما عمل السنه اللي فاتت في مسلسل النهايه. ما اعتقدش ان هو كان عمل تيزر، انا مش فاكر بصراحه، ما اعتقدش كان عمل تيزر، كان نزل على طول اوفيشال برومو. حتى كان عامله بريمير ده على يوتيوب وكده. كل ما نفترق تقريبا كان تيزر، ما كانش اوفيشال تريلر، اللي كنت عملت له تريلر رياكشن على ما اعتقد. بين السماء والارض ادي كده 8، ده كان تيزر برضو ما كانش اوفيشال تريلر. في ايه تاني؟ خلي بالك من زيزي ادي كده 9. مش عارف في ايه تاني،
عالم موازي ادي كده 10. ده بتاع دنيا سمير غانم، ده بتاع دنيا سمير غانم لسه لحد دلوقتي ولا نزل له نزل له تيزر ولا نزل له تريلر. بس تقريبا ذاتس ات يعني، ده كل بس تقريبا، بس الباقي كلها مسلسلات سورية احنا ملناش علاقة بيها، مش هنتفرج على مسلسلات سورية، احنا خلينا في المسلسلات المصرية يعني. كده في 10 تريلرز لسه ما عملناهمش، لسه في 10 اوفيشال تريلرز لسه ما عملناهمش تريلر رياكشن، ومستنيين ان احنا ان هم ينزلوا لنا ام تريلرز، لان خلاص رمضان الشهر الجاي. يعني النهارده بقينا كام يا جماعه جدعان؟ ثانيه واحده ابص على النتيجه. احنا النهارده 30، يعني النهارده 30 مارس، خلاص رمضان على الابواب حرفيا. يعني رمضان فاضل اسبوعين، فاضل اسبوعين حرفيا يعني، او اسبوعين اقل كمان من اسبوعين يعني. فانا مش فاهم هم مستنين ايه يا جدعان يعني. 10 ده انت عارفين يعني ايه 10 مسلسلات لسه ما عملناهمش تريلر رياكشن؟ كتير فشخ يعني. بس دي كانت حلقتنا النهارده في هوم سينما في رمضان في البيت، مسلسلنا ضد الكسر، مسلسل تاني موسى بنسبه الترقب بتاعتنا. مسلسلات المسلسلين دول بالذات هيبقوا من اقوى المسلسلات السنه دي، طبعا ضيف عليهم الاختيار وهجمه مرتده، هيبقوا من اقوى المسلسلات السنه دي اللي هيبقوا موجودين في رمضان يعني. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها عن مسلسل ضد الكسر وموسى. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، ان شاء الله تشوفوا الفيديوهات التانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش برضو تعملوا سبسكرايب للشانل التانية اللي اسمها هوم الون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام برضو هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. وباي باي.